هنبتدي مع بعض نكمل راس الكاركتر بتاعنا وهنبتدي نشتغل في المنطقة اللي فوق دي. أنا ملاحظ إن الجزء ده يعني شبه دائري، فأقرب حاجة ليه إن احنا نبتدي بسفير. هنيجي دلوقتي نرسم سفير عادية، الشكل ده، وندخل في الليفت. هنبتدي نظبط مكانها ونلفها في الأول كده 90 درجة. نحطها كده على شكل الكاركتر بتاعنا. نيجي دلوقتي مثلا نخليها تقريبا مثلا في 18 سيجمنت، ومتأكد ان رقم زوجي، بحيث ان انا لما اجي افصل الايدج اللي في النص دي ما يعملش عندي مشكلة، يعني بحيث ان انا دلوقتي لو اجي اقطع النص ده ما يعملش عندي مشكلة. لكن لو كان رقم فردي الاحظ ان انا ايه، ما عنديش هنا نص، فلازم يكون رقم على الاقل زوجي علشان يبقى ليه النص بتاعي موجود في النص كده. فاجي هنا وهحول الجسم بتاعي ده للقبطة والبولي. وانا مثلا مش محتاج الجزء اللي تحت ده، فهبتدي اشيله، اقول له ديليت. فالباقي عندي الجزء اللي فاضل ده، هبتدي هنا احط عليه موديفاير زي الاف اف دي، وامسك كنترول بوينتس وابتدي اشكل على الصورة بتاعتي. انا بس واضح ان في عندي كده جزء متشالش تحت اهو، وادخل هنا امسك كنترول بوينتس وهبتدي امسك البوينتس دي وابتدي اشكلها على البلو برينت بتاعي زي ما انا شايف. ممكن امسك الجزء ده اقول له سكيل، برضه المجموعة دي اقول له سكيل، بحيث يمشي على شكل البلو برنت بتاعي زي ما انا عايز. برضه ممكن امسك الجزء اللي تحت ده كله كده اقول له سكيل بالشكل اللي انا شايفه، واجي هنا ممكن مثلا اديله الماتيريال بتاعتنا. يبقى انا كده ظبطت شكل السفير بتاعتي او الجزء بتاع السفير بتاعي على ايه، شكل كراكتر او شكل بلو برنت بتاعي. هاجي دلوقتي طبعا زي ما قلنا قبل كده ان انا لو رجعت على الاتا والبولي هيتجاهل الاوامر بتاعتنا، فهو انا على الموديفاير بتاع الاف اف دي، هاجي هنا اروح محول الجسم تاني لقيت البولي بحيث انه يحتفظ بالتغييرات اللي انا عملتها فيه. هاجي هنا وهمسك الجسم ده وهقول له انا مش محتاج النص ده كله كده، اتاكد ان انا ماسك النص ده كله بالظبط، واقول له ديليت. واجي هنا مثلا انا مش محتاج الجزء ده عشان بس ما يضايقنيش في الموديل، ممكن امسكه كده واقول له هايد سيلكشن. واجي هنا في الفرونت وابتدي ارسم حدود عين الكاركتر بتاعي، ممكن انزل دي شويه كده. هاجي هنا اشغل الكات او الت و سي وابتدي ارسم حدود بتاعه العين اللي انا شايفها. بالشكل ده هاجي دلوقتي اوصل الفيرتكس ديب دي بحيث ما يبقاش في الشكل بتاع مثلثات، وبرضه اوصل الفيرتكس ديب دي كده. واجي هنا برضه امسكها واقول له نسترين على الايدج، وامسكها احاول احركها على الايدج ده بالشكل المنظر عشان ما تعمليش مشكلة. واجي هنا برضو هلغي بس الكونسترين خليها نان، واجي هنا واوصل الفيرتكس ديب دي ودي بدي. يبقى دي ايه الشكل بتاع العين بتاعي
انا ما ممكن اجي هنا وامسك البوليجونز دي كده واقوله ديليت المنظر ده، راجع بس يبقى دي الحدود بتاعت العين بتاعتي انا رسمتها وقدرت اخرجها بالشكل اللي انا شايفه ده. ممكن اجي دلوقتي اوسع بس دي شوية وامسك البوردر ده كله واقول له شيفت مع السكيل لجوه، ممكن ارجعها لورا شوية شيفت سكيل تاني برضو ارجعها لورا شوية بالشكل اللي انا شايفه ده. واجي دلوقتي عايز اخرج الجزء اللي انا شايفه اللي هو بتاع الحاجب بتاعي الكاركتر بتاعي، ممكن اجي دلوقتي وامسك البوليجونز دي كده واجي هنا ببساطة واقول له الجزء ده اكسترود خليها جروب مثلا، يبقى طالع عندي من المنظر اللي انا شايفه ده. واجي دلوقتي بس نرفعهم لفوق، ممكن اجي دلوقتي وامسك الفيرتسيز دي كلها كده اشغل تارجت ويلد واقول له دول هيرجعوا زي ما كانوا في الشكل ده. وامسك الايدجز دي كده واحاول اطلعها لقدام شويه بحيث يديني كيرف بس الشكل بتاعي زي ما انا شايف. واشوف الشكل اللي معايا حط له موديفايرز السيمتري عشان يبقى عندي النصين ظاهرين عندي، احط عليه موديفايرز مش سموث واصبح هذه ايه الشكل بتاع راس الكاركتر بتاعتي. ممكن برضه اظبط الحاجب بتاعي احسن من كده، ممكن امسك الجزء ده وده وارفعهم لفوق شوية، وبرضه ممكن امسك الفيرتسيز دي كده وارفعهم لفوق شوية بحيث يبقى عالية زي الكاركتر بتاعي واشوف الشكل بتاعي كده في الاسموس. يبقى دي ايه المنظر بتاع وش الكاركتر بتاعي. هرجع هنا اقول له انهايد اول وابتدي الحم الجزئين مع بعض. هاجي هنا هلغي المش سموث وهلغي السيمتري وبرضو هلغي المش سموث والسيمتري من الجسم التاني، وهتأكد ان الاتنين يعني مرتبطين ببعض. هاجي هنا اقول له ايزوليت مود، همسك الاتنين اقول له ايزوليت مود واجي هنا في الفرونت واتأكد ان الفيرتسيس كلها على نفس الخط، واجي هنا وهبتدي ارسم على الجزء اللي تحت ده الحدود بتاعة الكاركتر بتاعي او حدود الجسم بتاعي اللي فوق، بحيث دلوقتي ان انا هاجي دلوقتي واربطهم ببعض زي ما هنشوف دلوقتي. هاجي هنا واقول له شغل الكات وهبتدي ارسم هنا الحدود بتاعتي زي ما انا شايف. وهاجي دلوقتي امسك البوليجون وهشوف الاجزاء دي كلها كده واقول له ديليت ليها، امسح ده وده برضو. يبقى انا كده فرغت الجسم او المكان اللي هيتقاطع فيه الجسم بتاعي بالمنظر ده. هاجي دلوقتي واقول له الاتنين اتاتش مع بعض وابتدي امسك الفيرتسيس كلها وابتدي ايه الحمها مع بعض. هاجي هنا
واقول له دي تارجت ويلد مع الجزء اللي تحت ده، والفيرتكس دي تارجت ويلد مع دي. الشكل ده وبرضو الجزء ده مع ده. ممكن اجي هنا مثلا امسح الايدج ده، امسح البوليجون كله، امسك الفيرتكس دي واقول ريموف، امسك بعد كده البوردر ده كده. او لما نلحم مثلا دول دلوقتي واجي هنا برضو امسك الاثنين دول واقول ويلد مع بعض، والاثنين فيرتكس دول برضو مع بعض، وبرضو امسك الفيرتكس دي مع دي. ابتدي اظبط مكانهم بالشكل اللي انا شايفه. ممكن مثلا امسح الايدج ده وارجع برضه امسك البوليجون ده واشيله. ابتدي بس نظبط الاماكن دي عندي. هاجي هنا امسك البوردر ده كده، اتاكد بس ان الفيرتيسيز دول كلهم كده مرتبطين ببعض. هرجع هنا امسك الايدج ده واقول له رينج، واقول له كونكت واحد، وامسك الفيرتيسيز عندي دي ودي واقول له ويلد مع بعض. ممكن افك الاثنين دول اقول له بريك، واجي هنا وامسك الايدج ده واخد شيفت منه نسخة منه واقول له ده تارجت ويلد مع الجزء ده. ممكن برضه امسك الايدج ده واقول له رينج كونكت واحد، امسك الاثنين فيرتسيز دول واقول له ويلد مع بعض. يبقى انا كده قفلت الشكل بتاعي بالمنظر اللي انا شايفه. ممكن برضه اجي هنا واقول له ده كاب، وارجع برضه هنا اقول له ده رينج كونكت، والكونكت ده هيديني الشكل المربع بتاعي. يبقى كده انا ايه حليت قصة المثلث. برضو ممكن اجي هنا وابتدي اظبط الشكل بتاع المنطقة اللي ورا دي. يبقى ادي ايه الشكل الكاركتر بتاعي. ممكن اجي دلوقتي احط عليه برضو ريفرس سيمتري. يبقى ادي شكل الموديل بتاع راس الكاركتر بتاعتي. ممكن دلوقتي احط عليه برضو موديفاير زي مش سموث، ندي له مثلا اتريشن 2. يبقى ادي الفينش بتاعي. لو مثلا جيت دلوقتي وشفت مشكلة زي كده ممكن نحلها، اقول له الاتنين دول ويلد، يبقى ادي الفينش بتاع موديل الراس بتاعتي. فاضل عندي بس الجزء بتاع الرقبه. اخرج بس من الايزوليت مود. وهاجي هنا وامسك البوليجونز دي كده، اتاكد ان هي اللي في المكان بالظبط. تمام. ممكن اجي هنا احط رينج للجزء ده اقول له كونكت واحد، امسك المنطقة دي وابتدي اظبطها بحيث انها تبقى ايه على شكل دائري شوية كده.
هبتدي امسك بقى الجزء ده كده واقول له اكسترود، واجي هنا في الليفت واظبط مكان الاكسترود بتاعي بالشكل ده. ممكن نمسك مجموعة ال edges دي كده نحاول ندخلها لجوه شوية، واجي هنا مثلا اقول له رينج، اقول له اديني كونكت 3 مثلا، امسك مثلا الاجزاء دي وابتدي اشكلها المنظر اللي انا عايزه. اتاكد برضو الاجزاء كلها متظبطه معايا، وهمسح البوليجونز اللي في الجنب دي عشان ما تعمليش مشكله في السموس او في السيمتري. هاجي دلوقتي اشغل السيمتري مع السموس، هتأكد ان الاجزاء كلها معمولها ويلد مع بعض. ممكن اجي دلوقتي وامسك كل الفيرتسيز اللي في الجنب دي، سكيل على الاكس كلهم بحيث كلهم ايه يبقى في سوا واحد. يبقى كده الجسم معايا وصل للمرحلة اللي احنا شايفينها دي.